الأصحاح الرابع عشر. وفي ذلك الوقت سمع الوالي هيرودس أخبار يسوع، فقال لحاشيته: هذا يوحنا المعمدان قام من بين الأموات، ولذلك تجري المعجزات على يده. وكان هيرودس أمسك يوحنا وقيده وسجنه من أجل هيرودية امرأة أخيه فيلبس، لأن يوحنا كان يقول له: لا يحل لك أن تتزوجها. وأراد أن يقتله، فخاف من الشعب لأنهم كانوا يعدونه نبيا. ولما أقام هيرودس ذكرى مولده، رقصت ابنة هيرودية في الحفلة، فأعجبت هيرودس، فأقسم لها أن يعطيها ما تشاء. فلقنتها أمها فقالت لهيرودس: أعطني هنا على طبق رأس يوحنا المعمدان. فحزن الملك، ولكنه أمر بإعطائها ما تريد من أجل اليمين التي حلفها على مسامع الحاضرين، وأرسل جنديا فقطع رأس يوحنا في السجن وجاء به على طبق وسلمه إلى الفتاة، فحملته إلى أمها. وجاء تلاميذ يوحنا فحملوا الجثة ودفنوها، ثم ذهبوا وأخبروا يسوع. فلما سمع يسوع خرج من هناك في قارب إلى مكان مقفر يعتزل فيه، وعرف الناس فتبعوه من المدن مشيا على الأقدام. فلما نزل من القارب رأى جموعا كبيرة، فأشفق عليهم وشفى مرضاهم. وفي المساء دنا منه تلاميذه وقالوا: فات الوقت وهذا المكان مقفر، فقل للناس أن ينصرفوا إلى القرى ليشتروا لهم طعاما. فأجابهم يسوع: لا داعي لانصرافهم، أعطوهم أنتم ما يأكلون. فقالوا له: ما عندنا هنا غير 5 أرغفة وسمكتين. فقال يسوع: هاتوا ما عندكم. ثم أمر الجموع أن يقعدوا على العشب، وأخذ الأرغفة 5 والسمكتين، ورفع عينيه نحو السماء وبارك وكسر الأرغفة وأعطى تلاميذه، والتلاميذ أعطوا الجموع، فأكلوا كلهم حتى شبعوا. ثم رفعوا 12 قفة مملوءة من الكسر التي فضلت، وكان الذين أكلوا نحو 5000 رجل ما عدا النساء والأولاد. وأمر يسوع تلاميذه أن يركبوا القارب في الحال ويسبقوه إلى الشاطئ المقابل حتى يصرف الجموع. ولما صرفهم صعد إلى الجبل ليصلي في العزلة، وكان وحده هناك عندما جاء المساء. وأما القارب فابتعد كثيرا عن الشاطئ، وطغت الأمواج عليه لأن الريح كانت مخالفة له. وقبل الفجر جاء يسوع إلى تلاميذه ماشيا على البحر، فلما رآه التلاميذ ماشيا على البحر ارتعبوا وقالوا: هذا شبح، وصرخوا من شدة الخوف. فقال لهم يسوع في الحال: تشجعوا، أنا هو، لا تخافوا. فقال له بطرس: إن كنت أنت هو يا سيد فمرني أن أجيء إليك على الماء. فأجابه يسوع: تعال. فنزل بطرس من القارب ومشى على الماء نحو يسوع، ولكنه خاف عندما رأى الريح شديدة، فأخذ يغرق فصرخ: نجني يا سيد. فمد يسوع يده في الحال وأمسكه وقال له: يا قليل الإيمان، لماذا شككت؟ ولما صعدا إلى القارب هدأت الريح، فسجد له الذين كانوا في القارب وقالوا: بالحقيقة أنت ابن الله. وعبر يسوع وتلاميذه إلى بر جنسارت. فلما عرف أهل البلدة يسوع نشروا الخبر في تلك الأنحاء كلها، فجاءوه بالمرضى وطلبوا إليه أن يلمسوا ولو طرف ثوبه، فكان كل من يلمسه يشفى.